هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أدت والدتي فريضة الحج في العام الماضي وقامت بجميع مناسك الحج، ولكن عند طواف الإفاضة حدث موقف أخاف والدتي، فشعرت أنها انتقض وضوءها فلم تستطع الخروج ولإعادة الوضوء بسبب الزحام الشديد، فطافت بالبيت وقصرت من شعرها بعد الطواف، أي تحللت التحلل الأول، فهل يلحق والدتي إثم وما حكم هذا الحج؟ ما دام أنها على وضوء ولم تتحقق أنه انتقل وضوءها وإنما شكت في ذلك فطوافها صحيح، لأن اليقين لا يزول بالشك، الحمد لله. فمن تيقن الطهارة، هذه قاعدة، من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو باق على طهارته. نعم.